السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإتمام تمرين 20 صفحة 96. نفس السؤال الثاني طلب مني تأطير أ أو سي 2 و 1 أ زائد 1. إذا التأطير ديال أ أو سي 2 غنتاخدو أ ديالنا. لاحظ معايا لدينا أ محصور ما بين ناقص 3 وناقص 2. إذا هنا كما كتلاحظوا بأن أ محصور ما بين عددين سالبين. فاش يكون العدد محصور ما بين عدد السالب انا بغيت ندير التأطير ديال الاس 2 دائما اخوتي نرد عدد محصور ما بين عددين موجبين يعني نضرب كل شيء في ناقص فاش نضرب في ناقص في عدد سالب اللي هو ناقص 1 كما قلت عاد في السؤال راه واحد في السؤال في التأطير ديال ناقص ا زائد جدار 2 كنحول هذا اليسار وهذا اللي على اليسار نحولو لليمين وندخلو ناقص 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 تعطي جوج وهنا ناقص ناقص تعطي ثلاثة. إذا هذا التأطير ديال ناقص أ عاد ندخل أ ندخل ناقص أ أوس اثنان وندخل جوج أوس اثنان وندخل ثلاثة أوس اثنان اللي غتعطينا ناقص أ ناقص تمشي مع الأوس اثنان تبقى أ أوس اثنان لان ناقص ا اوس 2 كتساوي ا اوس 2 لان مربع عدد كيحيد ناقص 2 اوس 2 هي 4 و 3 اوس 2 هي 9 ونكون بذلك لقيت التأطير ديال ا اوس 2. تتبقى لنا حاله واحده اخرى هذه بين قوسين اذا كانت ا محصوره ما بين عدد سالب وعدد موجب انا شنو كندير كنفرقها على جوج كندير ا محصوره ما بين ناقص 2 0 و أ محصورة ما بين صفر أو ربعة وغندخلها أوس اثنان إلا دخلت لها أوس اثنان اللي كان على اليمين يرجع لليسر هي صفر أوس اثنان اللي كان على اليسر يرجع لليمين تيولي أوس اثنان هادي كذلك مغتبقى بلاصة لأنها موجب مغنغير والو لأن عددنا هنا بحال قلت هنا ناقص صفر هنا ناقص صفر هنا زائد صفر بحال قلت أطرنا بهم صفر هو ناقص صفر هو زائد صفر هنا غتعطينا صفر أوس اثنان أربعة هنا تعطينا صفر ا اوس 2 عفوا 16 هنا كنشوف شكون المجال الكبير واش من صفر 4 هو اللي كبير ولا من صفر 16 من طبيعة الحال من صفر 16 هو 4 هو الكبير اذا المجال الاكبر لان من صفر 16 كاين الاكبر من صفر من صفر حتى 4 يعني الاعداد الموجوده ما بين صفر 16 اكبر او اكبر عددا او اكبر عددا من الاعداد الموجوده ما بين 0 و 4 اذا غيكون التأطير ديال ا اوس 2 هو 0 6 حتى 10 هذا غير بين قوسين ناخذ التتمه ديال التمرين ديالنا عطاونا التأطير ديال 1 على ا زائد 1 لان التأطير 1 على 1 على ا زائد 1 عفوا ا زائد 1 اذا التأطير ديال ا على 1 زائد 1 شنو غندير هادي مغنأطرش انا واحد على ا زائد هادي خصني نأطر ا زائد واحد وعاد ندير المقلوب اذا لدينا ما سبق عندنا ا محصورة ما بين ناقص ثلاثة ناقص جوج اذا لا نضفنا واحد خصنا نضيف واحد لكل شيء زائد واحد على اليسار وزائد واحد على اليمين ثم بعد ذلك فاش ضفت غنحسب الحساب ديالي كناقص اثنان ناقص واحد ثم بعد ذلك غندير المقلوب ولا درت المقلوب حتى هو نفس اللي كندير الناقص كندير المقلوب هذا ناقص واحد يرجع لليسار وندير له المقلوب وناقص جوج يرجع لليسار وندير له المقلوب دائما فاش كيطلبوا مني مقلوب كندير التأطير ديال المقلوب فاش نبغي ندير التأطير ديال المقلوب حتى هو كندير نفس الصيغه اللي درت نفس الطريقه اللي درت فاش نضرب في ناقص العدد اللي كان على اليسار على اليمين يرجع لليسار واللي كان على اليسار يرجع اليمين وندير له المقلوب ديالو بطبيعة الحال نحط المقلوب كاين شي بعض التلاميذ كيحطوا المقلوب عاد من بعد عاد تيكتب لنا حط المقلوب ديك الساعة إذا واحد على أ زائد واحد نكمل غير الحساب لأن مبقاش بزاف واحد على ناقص واحد هي ناقص واحد وواحد على ناقص جوج هي ناقص واحد على اثنان إذا يكون هذا هو التأطير ديال واحد على أ زائد واحد وهكذا نكون إن شاء الله تعالى تممنا تمرين 20 صفحة 96 كتاب مدرسة المحيط في الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.